ثم أمان العظيم. بفضل الله وبنته علينا وعليكم من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة يكون الحديث فيها عن الشهيد ومكانته عند الله جل وعلا، وماذا خبأ المولى جل وعلا مكانته في الدنيا وفي الآخرة وفي قلوب الناس، وما هي المكانة العظمى التي وضعه فيها رب العزة جل وعلا. ذلك كله نعيش من خلاله أو من خلال غزوة مؤتة، لنتعرف من خلال هذه الغزوة على شهدائها ومن الذين بلوا أو أبلوا بلاء حسنا، وكيف رفع المولى جل وعلا مكانتهم. ومن خلال هذه الغزوة نتعرف أيضا على ماهية هذا المكان. الأحبة في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وكل منهم ينظر إلى الحبيب في شوق وفي لهفة، فإذا ما غادروه اشتاقوا إليه أكثر. وقال بعض رواة هذه الآية الكريمة أو بعض مفسريها، قالوا بأن الصحابة الكرام جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، وأنت بيننا وأمامنا نشتاق إليك، فإذا فارقتنا وعدنا إلى أولادنا في بيوتنا ازداد شوقنا إليك، فكيف بنا إذا متنا أو متنا ودخلنا الجنة وكنت أنت في مكانة عالية ونحن في مكانة أدنى فلا نستطيع أن نراك. فلم يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم بشيء إلا أن نزلت الآية الكريمة تقول لهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا ما أنتم أطعتم الله فيما أمركم وانتهيتم عما نهاكم، فاعلموا جيدا بأنكم ستكونون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب المرتبة العليا ينزلون في الجنة إلى أصحاب المرتبة السفلى فيتزاورون ويتشاورون ويتحاورون ويتوادون. يبقى أصحاب المراتب العليا في الجنة هينزلوا لإخوانهم أصحاب المرتبة اللي أسفل منهم، هيقعدوا معاهم ويتكلموا معاهم ويسترجعوا أيامهم، كل ده يبقى بينهم حوار ومحبة، وده يعزم ده في قصره وده يعزم ده في قصره، وده يبقى يعني بسم الله ما شاء الله. كل من يحب الله ورسوله سيرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ما يستكثرش على نفسه أنه هو هيرى الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. لماذا؟ لأنه أطاع الله ورسوله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. لذلك أنت لما تقرأ الفاتحة بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كل صلاة بتقول الفاتحة دي، بتقول الآية دي في كل صلاة. والذين أنعم الله عليهم من هم دول اللي أنت بتدعي ربنا في كل، أو كل ما تقرأ الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم دول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى أنت بتطلب من ربنا في كل صلاة وفي كل ما تقرأ الفاتحة إنك تبقى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك ربنا بيقول لك: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يعني الفاتحة دي كل ما تقرأ
الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي. اهدر تفضل هذا لعبدي وما لعبدي ما سألني. يبقى تاخد نص الفتحة ربنا بتمجد في ربنا، وتيجي بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سألني. فدي رحمة من عند ربنا. لذلك غزوة مؤتة دي سميت بالغزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضرها، ولكنه رآها عيانا بيانا. مؤتة بلد صغيرة في الأردن جنب محافظة الكرك في الأردن، جنوبا للعاصمة عمان بقرابة 120 كيلو، بينه وبين محافظة الكرك 12 كيلو. مساحة مؤتة دي، قرية مؤتة مساحتها كلها 16 كيلو. عدد السكان اللي فيها بالضواحي ما يزيدش عن 42-43 ألف نسمة، يعني عدد قليل خالص، مساحتها قليلة خالص. فين؟ في دولة الأردن. سبب الغزوة التي وقعت في جماد الأولى من سنة 8 من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى الملوك والأمراء، فأرسل الحارث ابن عمير إلى عظيم الروم، فقابله في طريقه شرحبيل بن عمرو، وكان واليا على البلقاء من قبل حاكم الروم. وكلنا نعرف أو في هذا الوقت الرسل لا تقتل، إلا أن شرحبيل أخذ بالحارث وقتله، وكان هذا بمثابة اعتداء على الإسلام. أنت أرسلت رسول، الرسول ده قتله من أرسلت إليه، يبقى ده أعلن عليك الحرب. ودي أيضا لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم جيشا لهذا الأمر كانت الناس استهانوا بالإسلام، لأن ما كانش فيه في هذا الوقت إلا الفرس والروم والمسلمين، دول الثلاثة القوى العظمى اللي موجودين على وجه الأرض. الروم عاملة إن هي الدولة العظمى، أكبر دولة، وعاملة إن هي طبعا الدولة العظمى وبتاع، وما فيش عدو لها غير الإسلام، زي ما الفرس كانوا بيقولوا ما فيش عدو لنا غير الإسلام. ولحد النهاردة كل دول الغرب وده وده بيقولوا ما فيش عدو لنا غير الإسلام. فقتل الرسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة، دي إهانة إن أنا أبعث رسول من عندي يقتلوه، دي إهانة. والرسل لا تقتل مهما كان، الرسول يكرم ويستقبل ويكرم وكل شيء، ويرجع إلى من أرسله سالما، إنما دول خدوه قتلوه. فنادى في الصحابة أن اخرجوا لغزو الروم. الروم ده، الروم دي ما شاء الله يعني جيش عرمرة. فخرج 3000 صحابي، 3000 واحد طلعوا من الصحابة علشان خاطر يغزو الروم يحاربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الجيش، ومع هذا الجيش الذراري والنساء كل واقف بيودع الجيش، الجيش طالع والست واخدة أولادها وبناتها وراح تودع زوجها الفارس اللي راح يحارب ده. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في صحابته ليودعهم خلاص، فقال رئيسكم أو أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. طبعا طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يبقى دول هما هيموتوا هيموتوا. تخيل بقى ان انت قبل ما تتحرك من بلدك معروف ان انت رايح هتموت، ولادك قدامك وزوجتك قدامك واخوك وابوك قدامك، لكن انت لبست ملابس الحرب هتقدر تخلعها تاني وترجع لهم؟ انت ماشي خلاص ودعتهم وميت ميت. فقال بعض الصحابة هلا متعتنا بهم يا رسول الله، يا رسول الله لو اتمتعنا بهم شوية خلاص امر الله نفذ، امر الله خلص. سيدنا
جعفر بن ابي طالب بيبص لاولاده الصغيرين، كانوا صغيرين، وزوجته اسماء بنت عمير، وعبد الله بن رواحه يبص لمراته وعياله، وسيدنا زيد بن حارثه بيودعوه خلاص. اللي واقفين دول الاولاد مش عارفين ان ابوهم رايح ومش راجع تاني، انما هو عارف انه خلاص نعيت اليه نفسه، لكن ما يقدرش خلاص. فاذا بالجيش يغادر، طبعا الكل بيبكي وده بيبكي وده بيبكي، المصير من المحتم جاي. غادر الجيش المدينة في طريقه إلى الروم، فلما وصل إلى البلقاء أو إلى مكان القتال في مؤتة، نظر الجيش فإذا أمامه 100,000 من الروم و100,000 من النصارى المستعربة، يعني جيش 200,000. تخيل بقى لما 200,000 واقفين عليهم قائد الروم، وعليهم يعني شيء لن يتخيله عقل، 200,000 قصاد 3,000. وقف الصحابة قالوا نتشاور في الأمر ونوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يرسل لنا مددا وإما أن يأمرنا بشيء. عبد الله بن رواحة وقف وقال لهم إيه؟ قال والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم من أجله، وإننا لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا عتاد، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به. وانتوا بتقتلوا الناس هم بعدد ولا عدة ولا قوة ولا ده؟ لا، ده انتوا بتقتلهم بالإيمان اللي في الصدور، بتقتلوا الناس بالإيمان اللي ربنا اداهولكم. فألهب حماس الجنود، هو عارف ان هو ميت، انما سبحان الله شوفوا قوة الإيمان، ما فصلتش بين الدنيا وبين الآخرة، مزجت الدنيا بالآخرة ففازوا بالدنيا وبالآخرة. فإذا بهم يأتي الصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين صحابته الكرام، ما خرجش معهم للمعركة، إنما قعد معهم في الجامع وقال لهم فلان بعديه فلان بعديه فلان، إذا أصيب هؤلاء الثلاثة فاختاروا من بينكم، اختار واحد من كنتم من وصيكم يبقى هو أمير الجيش. بالفعل بدأت المعركة، 200,000 بيقاتلوا 3,000، 3,000 زيد بن حارثة خلاص أخذ الراية وعبأ الجيش وبدأ القتال وبدأت المبارزة، فقتل من الروم ما قتل، ثم أصيب زيد بن حارثة، وقبل أن تسقط الراية على الأرض هرول إليه جعفر بن أبي طالب، قبل مراية الإسلام تسقط جري جعفر بن أبي طالب وخذ الراية من سيدنا زيد بن حارثة، ومات زيد بن حارثة شهيدا في سبيل الله. أخذ الراية جعفر وأخذ يقاتل في جيش العدو ويعبي الجيش ويدخل في أعماق جيش العدو حتى خرق صفا كاملا في جيش العدو. شوف بقى لما واحد يقتل صف كامل لحد ما يدخل جوه الجيش بتاع العدو، وفرق جيش العدو جعفر بن أبي طالب، فرق الجيش، فإذا به يصاب، يأخذ حربة أو سهم تدخل في أحشائه فيسقط على الأرض، ويرى أحد المشركين يريد أن يمتطي فرسه فعقر الفرس حتى لا يمتطيه مشركا، ومكث على الأرض يحمل الراية بذراعه الأيمن، فقطع ذراعه الأيمن فحمل الراية بالذراع الأيسر، فقتل ذراعه الأيسر
فحمل الراية بعضديه عشان راية الإسلام ما تسقطش على الأرض، عشان راية الإسلام تفضل مرفوعة يا مسلمين. ظل حتى أتاه عبد الله بن رواحة، ينظر عبد الله بن رواحة إلى راية الإسلام فيجدها في قلب صفوف العدو وكادت أن تسقط، فهرول وشق صفوف العدو، فإذا به يجد جعفر بن أبي طالب قد شق نصفين والراية مرفوعة بين عضديه، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة وأخذ أيضا يقاتل في جيش المشركين، ظل يقتل فيهم وكان في نفسه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده بين صحابته الكرام وعيناه تذرفان بالدموع، ويقول لصحابته الكرام وهو يرى المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والصحابة الكرام يقاتلون في الأردن في مؤتة، والله جل وعلا جلى له المعركة فشاهدها عيانا بيانا، وقال لصحابته الكرام: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، وكل هذا وعيناه تذرفان بالدموع والصحابة يبكون لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذها من بعده جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم سكت هنيهة، سكت شوية كده، الأنصار خافوا لأن زيد وجعفر من المهاجرين، الأنصار الوحيد اللي هيحمل الراية من بعد كده عبد الله بن رواحة، فسكت شوية، الأنصار خافوا حسن يكون عبد الله بن رواحة خذلهم أو أي شيء. فقال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فإني أرى كلهم على سريره في الجنة إلا عبد الله بن رواحة في سريره بعض العوج. شوف كل دول هم لسه المعركة دايرة قدامه، قدام النبي صلى الله عليه وسلم وشايفها، ده أصيب وده أصيب وده أصيب، والثلاثة دخلوا الجنة وقعد كل واحد على السرير بتاعه، بس سرير سيدنا عبد الله بن رواحة في شوية ازورار، شوية شوية ميل، شوية ميل شوية، لأنه تردد بعض الشيء، مع العلم أن كان فيده بعض حتة لحم بيأكلها قبل ما ياخذ الراية، كان فيده حتة اللحم ولقى الراية هتسقط، فقال: والله إنها لحياة طويلة، رمى حتة اللحم اللي فيده دي، حتة عظم كان فيها لحم كمان، رماها ما كملهاش وجرى علشان ياخذ الراية. ففرح الأنصار وبكوا بكاء شديدا أيضا لأن عبد الله بن رواحة قد رفع رأسهم. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها سيف من سيوف الله قد سله الله على المشركين. أول ما اتقتلوا الثلاثة دول واستشهدوا، الراية كانت اصطرح الناس على أن تكون الراية مع خالد بن الوليد، وكان خالد لم يسلم إلا منذ 3 أشهر، يدوبك كان مسلم أديله 3 شهور بس دخل الإسلام. كل الصحابة الموجودين قالوا: نصطلح على أن يكون أمير الجيش خالد بن الوليد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقبه بسيف الله المسلول، عندما قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله عليه، ربنا فتح له الباب. سيدنا خالد خد الراية، جه الليل، حتى قال خالد بن الوليد: والله لقد تقطعت في يدي 9 أسياف، 9 سيوف اتقطعوا في ايد سيدنا خالد بن الوليد، ما بقي معي الا صفيحه او صحيفه يمانيه، حته بتاع هيجات، 9 سيوف اتقطعوا في ايده من كتر الناس اللي قتلهم في جيش الروم، لان القتلى عدوا المئات، جيش الروم القتلى فيهم بالمئات، جيش المسلمين ماتوا منهم 12 بس، منهم الثلاثه القاده دول الامراء و9 من الصحابة، إنما جيش الروم قتل منهم مئات، لم يحصوا العدد المقتول من كثرته، لم يحصوه،
لما سيدنا خالد يقول اتكسرت في ايدي، اتقطعت في ايدي 9 سيوف، يعني معنى ذلك ده قتل جدي وحدي. ثم اخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. طبعا 3000 قدام 200، جه الليل سيدنا خالد قال لازم اعمل حيله عشان انجي ال 3000 دول. ما هال 3000 دول لو فضلوا زي ما هم هيتصفصف هيموتوا. طب عايز انجي ال 3000 دول يعمل ايه؟ جاب الجماعه اللي في اليمين حطهم في اليسار، الجيش اللي من الخلف جابه من الامام، واللي من الامام جابه من الخلف، وقال للفرسان افعلوا غبارا كثيرا، يعني وروني كده تراب وغبار كتير كده علشان الروم يظنوا بان هناك مدد. فعلا عملوا الغبار الكتير ده وبتاع، صبح الصبح ليجي وجوه جديده، اللي كان هنا جه هنا واللي هنا جه هنا، فقال والله لقد جاء مدد من المسلمين الى المسلمين، ده جالهم مدد واحنا مش هنقدر بقى لما دول هم كده عمالين يقتلوا فينا، ده جالهم مدد. سيدنا خالد اخذ بعض الجنود وقال كروا وفروا، ادخلوا عليهم مره واحده كده اقتلوا منهم وارجعوا تاني. كان ياخد مجموعه يدخل يفضل يقتل فيهم ويروح راجع، يقتل فيهم ويرجع. ما لو انسحب الجيش ال 3000 لو انسحبوا كانوا ماتوا كلهم، انما ازاي انت تطلع باللي معاك دول باقل خسائر؟ ازاي حنكة القائد ان ينجي بلده من المهالك؟ حنكة القائد ازاي ينجي جيشه من الهلاك؟ مش يزج بجيشه في الهلاك او يزج ببلده في الهلاك، فعاوز ينجي ال 3000 اللي معاه دول بحيث ان هو لا يتهزم ولا يقال عليه بكره وبعد ان هم انهزموا. فيعمل ايه؟ كان يدخل فيهم يقتل ويرجع، يقتل ويرجع، لحد ما انهى قوه الروم. لما انهكت القوه اخذ يعود الى الوراء، خلاص قوتهم انهكت وعرفوا ان احنا قواي وعرفوا انه في مدد جه. فأظلم قال والله إنا لا نستطيع أن نبادر، خلاص مش قادرين نكمل بعد كده. سيدنا خالد خد الجيش بتاعه ورجع انسحب، وهم خدوا بعضهم وانسحبوا ورجع بال 3000 دول، هم ما ماتش منهم ما استشهدش غير 12. قائد محنك سيف من السيوف، ربنا أبدل المسلمين من القادة بيه هو علشان ينجي 3000 صحابي كانوا فعلا في هلكة أو في موت، هيموتوا هيموتوا، انما بحنكته رجع بهم ورجع بهم للمدينه سالمين غانمين. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم خالد بن الوليد، وبعد ذلك صار قائدا للجيوش الاسلاميه، وقال فيه ابو بكر والصديق وغيره لانسين تخوم الروم بخالد بن الوليد، الى ان صار سيف من سيوف الله سله المولى جل وعلا على المشركين وعلى الكافرين، وعاد الجيش بفضل الله جل وعلا منصورا وليس مهزوما، وانسحب خالد من المعركة وانسحب الروم أيضا من المعركة دون خسائر تذكر في جيش المسلمين. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين. نحتفل اليوم بيوم الشهيد، وهو اليوم الذي أكرم فيه المولى جل وعلا الدول العربية ومصر خاصة بأن يكون هناك احتفالا بيوم الشهيد، إحياء لذكرى أركان حرب محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله ابن طنطا محافظة الغربية، الذي خرج إلى جبهة القتال في 9/3/1969 في حروب الاستنزاف أمام العدو الإسرائيلي الصهيوني الغاشم أحفاد القردة والخنازير، وكان بينه وبين العدو قرابة 250 مترا، وخرج ليتفقد الجيش العظيم الذي كان خارجا بداية الأمر لإعدام خط بارليف الذي يريد أن يقيمه أو تقيمه إسرائيل. فقبل أن تبدأ إسرائيل بأي شيء تفقدت موقع لواء أركان حرب عبد المنعم رياض، وكان هذا الرجل من المخلصين لهذا البلد
إلا أن هناك دانة قد وقعت في المكان الذي يقف فيه ليشاهد تخوم العدو، وعلى إثرها خرجت منها الشظايا، فأصيب هذا القائد العظيم عبد المنعم رياض ومات شهيدا قبل أن يصل إلى مستشفى الإسماعيلية، وانتقل إلى رحمة ربه رافعا رأسه شهيدا في سبيل الله، مات بيد العدو الغاشم شهيدا بإذن الله. وكان رفيق الدرب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات، والزعيم الذي ما زال على قيد الحياة الرئيس محمد حسني مبارك شفاه الله وعافاه، كان رفيقا للدرب مع هؤلاء الرؤساء العظام، وما زالت ذكراه باقية، وما زالت مصر والدول العربية تحتفل بيوم الشهيد إحياء لذكرى هذا الشهيد، وإحياء لذكرى كل من استشهد على أرض هذا الوطن في سيناء الحبيبة وفي أكتوبر وفي 67 وفي 48 وفي 19 في أي سنة من السنوات مات شهيدا على أرض مصر. تحتفل مصر بيوم الشهيد من كل عام 9/3/69، وإلى الآن تحتفل مصر بهذا الأمر. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكتبنا عندك يا ربنا من الذين كتبتهم شهداء في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. واكتبنا عندك يا ربنا من شهداء الدنيا والآخرة، اكتبنا عندك من شهداء الدنيا والآخرة، واجعل ذكرانا باقية عندك يا رب العالمين. اللهم إذا متنا وصرنا إليك فاجعل ذكرانا في قلوب محبينا يا رب العالمين، واجعل ذكرانا باقية خالدة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وحافظ على جيشنا وشرطتنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشيخ إبراهيم يعرف بعض الفقراء اللي ربنا يمنحه بشيء الدهور. الله أكبر، الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سوى اعتدل يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر.